لو الحكاية فيها إن فيديو. انت عمرك كام؟ قال له انا عمري هو مجموع اعمار من قرأت لك. وانا بقول ان ما تسمعوه في المحاضرة دي او مني دايما هو مجموع ما تعلمته من 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 ناس كتير قوي، سواء قرأت ليهم او استمعت ليهم، سواء في العلم او في الشعر او في الموسيقى او الكلام ده كله. فعشان ما افضلش اقول انا اتعلمت دي منين، فانا بقول ان هو ما تسمعه هو عبارة عن خلاصة للي انا عرفته من الاخر. ابدأ بنرجع ورا شوية من حوالي 2500 سنة. ارسطو لما كان بيتكلم على التكوين فكان بيقول والله احنا بيبقى عندنا غاية، والغاية دي عاوزين نحولها الى صورة، الى منتج. كلنا بنحلم وعاوزين نحقق الحلم، وعشان تتحقق الكلام ده يجب ان يكون هناك صانع وهناك موارد. هو موارد عشان تحول هذا الحلم او هذه الغاية الى منتج، تمام؟ ودي كان بيسموها الغايات الاربعة او العلل الاربعة. انا اسف.